مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الرياضة. منتخبنا الوطني وعشاقه الكثر هم بانتظار ما سيفعله في مباراة الغد مع الكويت، منتخب الكويت في مباراة ودية قبل الاستحقاق القادم في الشهر القادم في تصفية كأس العالم، والمباراة الأولى التي ستقام ضد كوريا الشمالية في 16 من الشهر القادم، وبعدها في 21 الشهر أيضا المباراة الكبرى مع المنتخب الياباني. هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني هو على استعداد وقام بعدة محاولات لجلب لاعبين من جميع أنحاء العالم من أصول سورية، وكان له ما أراد في 3 لاعبين في ضمن المنتخب الوطني. كيف هو الحال أصبح اليوم في استعداد منتخبنا الوطني للاستحقاقات القادمة، وأيضا كيف يرى المراقبون حول هذه التطورات في منتخبنا الوطني إن شاء الله ينعكس إيجابا على المستوى الفني بكرة القدم؟ أيضا سيكون هناك كلام عن انطلاق أو عودة الدوري السوري لكرة القدم يوم الجمعة القادم بعدة مباريات، إضافة إلى مواضيع أخرى في نفس المجال. على كل حال، كل ذلك لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأعزاء لحلقة اليوم لمناقشة هذا الموضوع. معي في الاستوديو الأستاذ حسين كامل المحلل الرياضي. أستاذ حسين، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي لك، تحياتي لكل من يتابع البرنامج أكيد. أهلا وسهلا فيك. أيضا سيكون معنا من أستراليا المدرب الوطني الكابتن صافي عيوش، إن شاء الله رح يكون معنا على سكايب. فأنا بدي رحب فيهم الاثنين ضيوف أعزاء، وأتوقع يعني الجميع يحب أن يسمع آراء من كافة الأطراف بالنسبة لموضوع استعداد منتخبنا الوطني للرجال. حسين، نحن اليوم بانتظار ماذا سيفعله المنتخب الوطني مع هيكتور كوبر في مباراة الغد مع المنتخب الكويتي. قراءة بشكل عام، كيف عم تشوف الاستعداد؟ هلا عموما خطوات مفيدة صارت مؤخرا باستخدام 3 لاعبين من الاغتراب، من دون أدنى شك هي خطوة موفقة وإن كانت متأخرة. دوما نحن في عنا مشكلة عميقة بالاتحاد كرة القدم الحالي وما سبقه، هو عامل الزمن. يعني هالخطوة هاي كان لازم صارت من أشهر عديدة مشان اللاعبين يكون عندهم فرصة أنه يتأقلموا مع اللاعبين المحليين والمحترفين الموجودين بالخليج ومع أفكار المدرب كوبر. يعني أنا شايف أنه تأخرنا جدا بهي الخطوة، وكان لازم هي الخطوة صارت من شهور عديدة. ومع الأسف هل هي يعني الخطوة هي بتحتاج إلى مدرب صاحب علاقات كبيرة وخبرة مثل هيكتور كوبر الأرجنتيني؟ أصولاً نحن عم نمشي عكس كل تيارات الدنيا. المدرب ليس له أي علاقة بهي الأمور، هي أمور إدارية. مع أنه كل يعني الكلام أنه في مساعي كبيرة من المدرب الأرجنتيني أنه يقنع فلان يقنع فلان للمجيء المنتخب. تماماً، هذا ما جري عنا بسوريا. نعم. ولكن عموماً بكل البلدان العربية الأخرى، إذا بدنا نحكي مغرب، جزائر، تونس وغيرهم، في لجان خاصة هي اللي بتتواصل مع اللاعبين، هي اللي بتطرح الفكرة مع اللاعبين، بتقرب الأمور بين اللاعب وبين البلد الأم تبعه بتفاصيل كثير عديدة أنا ما بدي فوت فيها. مع الأسف الشديد كسل اللي صار بهذا المجال، في لجنة مغتربين على ما يبدو هي ما بتمتلك صلاحيات كتير كبيرة. نعم. عم تحاول والله يعطيهم ألف عافية، ولكن للأسف الشديد ما وصلنا لنتيجة كتير مهمة مع العديد من اللاعبين عبر ملفات عديدة. يعني هلا في يعني في صعوبات أيضا في بعض اللاعبين كانوا حابين يمثلوا المنتخب، لكن صعوبات يعني أنت بتعرف إنه مسألة اللي يعني الأصول والجوازات السفر وغيره وما شابه ذلك، حتى بعض الأوراق يعني متعلقة في أوراق العديد. في مشكلة أوراق يعني للأمانة ملف اللاعبين المغتربين ليس بيد أمينة على جميع الصعود. يعني التأخير اللي صار مع اللاعبين 3 اللي صار هو أمر غير صحي وأمر غير إيجابي. يعني نحن هلأ على أبواب تصفيات كأس العالم، على أبواب كأس آسيا،
عم نشوف قائمة جديدة فيها 3 لاعبين بخط الوسط، أتمنى أنه يندمجوا بسرعة. مالي شايف أنه مباراة واحدة هي رح تعبر عن مستواهم الحقيقي بالدرجة الأولى، مالي شايف هاي المباراة هي رح تعطيهم يعني قدرة على أنه ينسجموا مع أفكار المدرب، ينسجموا مع أفراد طيب. المجموعة. على كل حال بدي أيضا انتقل لأستراليا ومدينة ميلبورن، أيضا ضيفنا من هناك الكابتن صافي عيوش المدرب الوطني اللي بنعتز فيه دائما، وهو كان مساعد مدرب المنتخب الأولمبي. أهلا وسهلا فيك كابتن صافي. تحياتي استاذ احمد وتحياتي للكابتن حسين. تحياتي كابتن. وتحيه للجمهور السوري الحبيب. هلا اول شيء انا بدي هنيك على الخطوه المهمه جدا بموضوع استلام طبعا فريق باستراليا، وان شاء الله يعني نحن بنتكلم بالنجاح راح نحكي عليها الفتره او الفقره هي تحديدا بموضوع استلامك، لكن في البدايه اليوم عم نشوف التحضيرات للمنتخب الوطني مع المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر، وايضا المساعي الكتيري بحيث انه استقطاب لاعبين من جميع انحاء العالم، كيف بتشوف الخطوه اليوم؟ هلا هي خطوه اكيد جيده. سامعيني؟ تفضل. خطوه كثير جيده هي انه استقطاب لاعبين محترفين من الخارج وخاصه من دوري يعني ممتاز كدوري الارجنتيني، بس المشكله هي نحن دائما نحن صرنا بنقول انه مثلا المدرب عم بيجيب لاعبين من الخارج بده يدمجهم مع اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين في الوطن العربي. هاي المهمة كتير صعبة حاليا بالوقت القليل يلي بيكون هيكتور كوبر مستلم فيه اللاعبين بالمعسكر. يعني نحن حاليا هلأ مثلا يلي شفت القائمة إذا بتلاحظ ما فيها عنصر شبابي هالمرة، مثل الريحانية، مثل كامل حميشي، مثل هدول اللاعبين يلي نحن بحاجة إلهم للمباريات القادمة إذا صار عنا إصابات. معدل الأعمار كتير كبير، هذا معرض ليصير في اصابات اكثر. لاعبين المحترفين الارجنتينيين لاعبين ممتازين، بس هل هن عندهم القدره انه يتجانسوا ويصير في كيمياء بين اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين؟ على كل حال كابتن صافي انا بدي اعرف الجمهور ايضا بانه المار ابراهام يعني هو لاعب وسط ارتكاز عم بيلعب بالدوري السويدي، وايضا ابراهيم هيسار 29 عام صانع العاب وجناح يلعب مع نادي بلغرانو في الدوري الارجنتيني ممتاز، وايزاكيل العم 29 سنه وسط ارتكاز ويلعب ظهير ايمن لنادي ريفادا في الدرجه الاولى في الارجنتين. يعني هلا حكيت شغله كثير مهمه كابتن صافي بانه فعلا اعمار يعني 29 سنه في عمر. انا عم بحكي على اللاعبين المحليين، هلا اللاعبين المحترفين حتى اللاعبين المحليين في اعمار فعلا. لا انا 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 هدفي انه عم بحكي هلا حاليا في نظريه كثير مهمه. نحن هلا اللاعبين المحترفين هذوليك عن جد عم بيطبقوا الاحتراف بكل معنى الكلمه. نحن بدنا نقول على اللاعبين المحليين، على اللاعبين يلي بالدوري السوري، بالدوري البحريني، بالدوري العراقي، بالدوري اللبناني، بالدوري القطري، الرتم تبع المباريات ضعيف جدا. يعني انت عم تحكي على 3 لاعيبه من اصل 16-17 لاعب. هذا لا يكفي انه والله نحن حنقدر نجيب نتيجه على اليابان الا اذا كان الفريق الياباني بغير بيوم. هذا لا يكفي انه نحن ننافس باسيا انه والله بس لانه جبنا 3 لاعبين محترفين. هدي كثير مهمين، يمكن يعطوك نقله نوعيه، بس هذا لا يعني انه نحن بالمسار الصحيح، لانه لهلا ما شفنا تدخل العنصر الشبابي اللي حيساعد. انا كره القدم تغيرت. خلينا نسمع وجهه نظر حسين. اليوم عم نشوف فعلا النظريه اللي حكى فيها الكابتن صافي مهمه جدا، يعني انه وين يعني التالف وين كذا ممكن يكون، لكن باعمار يعني كبير يعني وخاصه في اللاعبين المحليين. عودنا المنتخب الوطني من فتره طويله على التخبط بالتشكيل، يعني نحن في عنا عدم استقرار بالتشكيل عمره سنوات اذا بدك. نعم. نحن اذا بدنا نشوف اول تشكيله اختارها الكابتن حسام السيد، هذا الكلام مو من زمن بعيد، هذا الكلام من حوالي سنة وشوي. 4 لاعبين فقط موجودين بالتشكيلة الحالية اللي اختارها كابتن هيكتور كوبر. نعم. هذا شيء بيعني انه في عنا تجريب كتير، في عنا عدم استقرار، في عنا عدم معرفة عميقة بجودة اللاعبين. يعني نحن بنشوف دائما بأي منتخب آخر عم نشوف في 15-16 اسم هن دائما ثابتين
عم يكون في متغيرات على اسم واثنين وثلاثة وأربعة. الأمر الآخر وهذا هو اللي حكى عنه أنا برأيي كلام جدا منطقي، موضوع اللاعب المحترف القادم من دوري قوي. هذا اللاعب لحتى يعطي فيه شروط محددة، لازم يكون بالدرجة الأولى، عم يتساعد لحتى يقدم الأفضل، عم يتساعد على جميع الصعود، لازم يكون فيه مجموعة من الأفكار اللي بتخدمه هو تحديدا لحتى يظهر الأفضل. يعني ما بدنا نقول انه سيروا سيرة اضعافكم، يعني المفروض نحن لحتى نكون عم نستفيد من هدول اللاعبين نحن لازم يكون في عنا افكار متقدمة عم تلعب حاليا بدوريات جيدة مثل الضغط العالي، الكثافة، الاستحواذ الايجابي الى اخره. اذا نحن بدنا نجيب لاعبين محترفين وبده يكون ستايل اللعب بالملعب او شكل الفريق بالملعب مثل ايام زمان، انا برايي اللاعبين ما راح يكونوا مفيدين وراح يكونوا قد يكونوا عبء اكثر ما يكونوا عامل مساعد. طيب هلا كابتن صافي، يعني بالنسبه للمدرب الارجنتيني هيكتور كوبر والكلام اللي حكيت فيه وتفضلت فيه، يعني فعلا كلام كثير منطقي، لكن بالاساس اذا بترجع للمباريات الوديه، يعني هو عم يفوز على تايلاند بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، فاز على الصين بهدف مقابل شيء، وتعادل مع ماليزيا بهدفين لهدفين، وايضا بنشوف يعني بانتظار مع المنتخب الكويتي، يعني الاجواء كثير ايجابيه، يعني كيف تقرا هذا الموضوع؟ انا عم شوف اني عم بلعبه مشان النتيجه، مشان يخفف الضغط من الشارع السوري على المدربين وعلى اتحاد كره القدم. ما لنا استراتيجيه لا تربح اليابان، حقلك ياها بصراحه، لانه نحن اذا بدنا نحكي نحن كوريا الشماليه، كمان كوريا الشماليه كوريا الشماليه، بس احنا بدنا نحكي باليابان هو الاساس، لانه هلا كوريا الشماليه بظن نحن تقريبا يعني متكافئين معه، حنقول متكافئين معه، نعم، لانه كمان بس نحن عم نحكي هلا على شيء مهم، انه نحن حاليا مو هذا الفريق يلي بدك تحضره لكاس اسيا. انت اذا بدك تحضره لكاس اسيا، انا توقع انا حسب يلي شايفه في شيء غلط، لانه انت وقت بدك تجيب لاعبين مهمين كبار محترفين مثل يلي جبنا من دوري الارجنتيني تحديدا، لازم نضخ دماء الشباب مشان يكتسبوا الخبره. نحن مشاكلنا الكثير الكبيره انه نحن عم نعتمد على الجيل الكبير، عم نعتمد على الاعمار كثير كبيره، عم نعتمد على لاعبين تراجع مستواهم، نكون صريحين. معناتها انا بالنسبه لي المعسكرات هي عباره عن النتيجه وليس الاداء وليس الاستراتيجيه وليس كيفيه انه نحن نقدر نواجه الفريق الياباني بطريقه لعب لنحضر لكاس اسيا، لنحضر لتصفيات كاس العالم. مع احترامي هذا ما نشغل طبعا، هو ما مشكله هيكتور كوبر. انا طيب كابتن صافي، يعني هلا كابتن صافي المدرب الارجنتيني، يعني ليش قام بخطوه انه استبعاد بعض لاعبين الشباب من قائمه المنتخب؟ وهو معلوم انا تفاجات الصراحه، ليش برايك استبعاد الشباب؟ شو سر هذا الموضوع؟ انا تفاجات بهالقصه هي، ليش ما بعرف، يعني حسب يمكن المشروع قصير الاجل يمكن كابتن. لا هو مو هيك، انا توقعاتي انه فريق لاعبين الشباب، هلا نكون صريحين، هلا مثل عندك الريحانيه الدالي، كامل حميشي، عندك علاء الدالي المهاجم، هذول ما عم بيعطوا فرص، ما عم نعطيهم فرص، نحن ما عم نعطيهم فرص، نكون صريحين، يعني ما نون جاهزين، وبالدوريات اللي عم بيلعبوا فيها ما نون هالدوريات القويه. يعني نحن حاليا لك اتحاد ولك اداره فنيه، وانا ما فيني لوم المدرب الوطني بحياتي، ما بلوم المدرب الوطني، لان المدرب الوطني مهمته ينقي اللاعبين اللي جاهزين، ما عنده الادوات، لانه ما عنده الوقت لتطوير هدول اللاعبين، لانه لسبب واحد، الاتحاد مضغوط بالنتائج، يعني هو مطالب هيكتور كوبر بالنتيجه، بيعرف هيكتور كوبر نتيجه نتيجتين يمكن تتم اقالته. هذا مو جو مدرب، هذا مو جو مدرب بده يقدر يطور ويعمل استراتيجيه بعيده، لانه بتاريخ الكره السوريه مدرب بيلعب مبارتين اثنين ثلاثه بيتم اقالته بسبب نتائج الوديه. مزبوط حكي ولا لا؟ صحيح يعني صحيح. انت يعني هي السمعه يلي للاسف نحن اخر شيء هي عباره عن فكر، هي عباره عن الثقافه تبعنا، الثقافه الكرويه تبعنا، نحن للاسف بنحكم على المدرب من المباريات الوديه. يعني انت بدك تقارن فرق بكل انحاء العالم، بيعطوك سنه،
شو ما كانت النتيجة. نحن كابتن حسام خسر له كم مباراة لأنه بلش بالفريق الشباب تمت إقالته. نبيل معلول خسر له مباراتين تمت إقالته. كابتن فجر جاب نتيجة إيجابية ما في أداء تمت إقالته. كابتن نزار محروس، كابتن غسان معتو، يعني هي الحالة، هي السمعة للأسف ما في اتحاد جريء يطلع يقول نحن ما بيهمنا النتائج. معلش نكون صريحين، هكتور كوبر مطالب بالنتيجة بالمباراة الودية قبل الرسمية، لأنه بالنسبة لهم كل ما جبنا نتيجة إيجابية كل ما ضل الاتحاد، كل ما جبنا نتيجة سلبية الاتحاد في خطر يتم إقالته. هاي طيب ما نسقط. طيب كابتن صافي، هلا حسين، يعني بتحس إنه هذا الكلام هو عبارة عن مقدمة للانتهاء من الكابتن، من المدرب الأرجنتيني؟ أبدا، هي ليس إذن على حساب اتحاد الكرة سيدي الكريم في الحال الإيطالي. يعني الحال عم يوصل الكابتن صافي بدقة شديدة، في خوف والخائف لا ينتصر في معركة، لأنه بالأخير في استحقاق حقيقي. يعني نحن خلال 5 مباريات 6 مباريات كابتن هكتور كوبر كما يدعي اتحاد الفوتبول أنه هو رفض أن يلاعب أي منتخب كبير. كان في دورة ودية بحزيران، كان في ممكن نلعب مع مصر ومع ساحل العاج، رفض على ذمتهم هن، أنه رفض هكتور كوبر من كام الشهر الماضي على أساس في منتخب أوروبي واصل إلى كأس العالم، منتخب إفريقي واصل إلى كأس العالم كمان رفضوا أنه يلعبوا، أنه هذا الشيء ما كان ضمن الاستراتيجية العامة اللي هو راسمها هكتور كوبر. أنا بدي أحترم هذا الكلام، بس أنا بدي شو توقعاتك أنت؟ ما معقول مثلا المدرب الأرجنتيني يحكي الكلام هذا مثلا؟ أنا برأيي كلام غير منطقي، لأنه في عملية البناء كل مدرب جديد أكيد في بدايته يطالب بمباريات خفيفة، ما بيطالب بمباريات ثقيلة الوزن، لأنه هو بده يحاول يوصل أفكاره بسلاسة للاعبين، بده منتخبات ما تعذبه كتير بالتحليل وبقراءة الخصم و أوكي. بس في مرحلة معينة لما نحن عم نطلع ونرتقي مرحلة، في مرحلة ما نحن لازم نواجه كبار، لأنه الكبار بانتظارنا. يعني نحن عندنا الشهر القادم اليابان، فمن غير الطبيعي أنه نحن خلال سنة كاملة ما نواجه ولا منتخب كبير تقريبا يوازي اليابان. خلينا نشوف المنتخب الأردني من سنة لهلا، نشوفه أنه هو التقى مع منتخب إسبانيا، التقى مع منتخب النرويج، التقى مع منتخب صربيا، التقى مع منتخب أذربيجان على ما أظن، وحاليا عم يلعب دورة ودية، منتخب العراقي، منتخب المكسيك، منتخب كولومبيا، منتخبات كبيرة جدا. يعني فأنا بقناعتي مثل ما قال، أنا بأكد على كلام كابتن صافي، في خوف من النتيجة، في هاجس عند اتحاد كرة القدم أنه ما بصير يخسر المنتخب بهي المرحلة. ولكن أنا برأيي بضمن هذا الخوف في قنبلة موقوتة اسمها المواجهة الحقيقية. يا هل ترى هالمواجهات اللي نحن عملناها بالأشهر الماضية هل هي كافية لحتى نواجه منتخب قوي كاليابان؟ هل هو تحضير كافي لحتى نوصل لفورمة عالية للمنتخب ونواجه فيه المنتخب الياباني؟ لا كابتن صافي، في كابتن صافي في فكرة هلا عم تجينا على البرنامج، يعني أيضا من الصديق المتواجد في الإمارات العربية المتحدة الكابتن إلياس زيادي، نوجه له تحية، أيضا نوجه له تحية، تحياتي. عم بيقول إنه الفكرة جيدة وكل الدول تعمل بها، لكن الخطوة ناقصة وغير مكتملة بسبب عدم الاعتماد على مقاييس فنية علمية بالانتقاء، إحصائيات تحليل إلى آخره. شو رأيك بالكلام؟ هلا ما بدي يكون عندنا إحصائيات وتحليل قبل ما نحكي بهذا الشيء كابتن. نحن ما عندنا إحصائيات وتحليل لا بالدوري السوري ولا بالدوريات العربية، نكون صريحين. وين يا رجل، عندنا احصائيات وعندنا شباب عم يروحوا محللين واحصائيين بس ما في برامج، قصده الكابتن ما في تاهيل بهذا الموضوع. عفوا ما فهمت. نحن قصدي بالاحصائيات والتحليل، نحن ما عندنا دوريات نقدر نعمل احصائيات وتحليل. رتم الدوريات اللي عم نلعب فيها لا يضاهي رتم المباريات الدوري الياباني، الدوري الكوري، الدوري السعودي،
الدوري الاسترالي، الدوري الاوروبي، نحن ما عندنا هذا الرتم. استاذي الكريم، الاحصائيات بتيجي وقت بيكون الدوري تبعك قوي جدا مثل الدوريات الثانيه. صحيح. نحن حاليا عباره عن سياره، مالي احنا يمكن صرح، نحن عباره عن سياره. شو بدي اوصف لك؟ سياره بيجو ميدال الثمانينات عم نضاهي سيارات ال 2020. نحن حسب هذا اللي عم بيصير فينا، نحن لاعبينا يعني كيف بدي اقول لك، يعني نحن حاليا، انا هلا حاليا انا كنت عم بلعب درجه ثالثه، صرت درجه ممتازه، رتم المباريات بس بين اللعيبه بيفرق من السما للارض، من السما للارض. هذا الرتم هو اللي بيطور اللاعب. نحن حاليا، معلي حكون صريحين، اتحاد كره القدم بكل ما فيه عم يعمل ترند اعلامي، نحن عم نعمل مباريات وديه، والله نحن جبنا مدرب مهم مثل هيكتور كوبر. هذا الحكي غير علمي، غير صحيح. حتى اذا كان عندنا محللين اداء، محللين الاداء شو بده يعملوا احصائيات اذا عندك الدوري السوري 90 دقيقه من المباراه 60 دقيقه من المباراه اللاعب على الارض؟ وين الاحصائيات؟ اذا بدك تروح على الدوري اللبناني، الدوري العراقي، الدوري البحريني، الدوري، نحن عم بعد لك الدوريات اللي طيب. كابتن صافي، كابتن صافي، كابتن صافي، لكن المحللين اللي عندنا شو عم بيحللوا؟ الاحصائيين اللي عندنا شو عم بيحللوا؟ الله يعينهم، الله يعينهم، بالعكس الله يعينهم يعطيهم العافيه، بس هن عند يعني نحن عم نقول لهم روحوا حللوا بدوريات. ما في دوري، ما في دوريات، باحترامي هلا يمكن انا اتهاجم فيها، بس انا عم بقول لك الصراحه. يعني انت وقت بدك تروح على الدوري البحريني والدوري الاماراتي والدوري، هل هاي دول دوريات بنفس الدوري الياباني؟ طيب طيب، سؤال كابتن صافي على موضوع اللاعبين الجدد، حتى لاعبين المنتخب الوطني وخاصه اللي قادمين من دول امريكا اللاتينيه، يعني كيف ممكن نعمل احصائيه لهذول الناس، وخاصه انه اتوقع رجل الاحصاء عنه هو من وطني، يعني ما هو والله عالمي او هيك، او حتى يعني مساعد المدرب المصري. كابتن، اللاعبين الاجانب كثير مهمين، بس المشكله انت عم تخلطهم بين رتم عالي مع رطب ضعيف جدا، يعني حتى وسط ما في، انك تلاقيهم بالوسط ما في. يعني انت حاليا هلا المدرب يا بده ينزل رتم العالي للاعبين الاوروبيين لينزل لمستوانا، مثل ما صار محمد عثمان وقت ما جبناه من الدوري الهولندي للدوري السوري صار بالدوري التايلندي، او عندك انك تحاول تلاقي لاعبين شباب يطلعوا بالرتم مع لاعبين الخبره، يعني مثل كابتن عمر السومه مثلا، هيدول يطلعوا شوي بالرتم ليلاقوا الدوري للاعبين عفوا المحترفين. نحن ما عندنا هذا الشيء. طيب هلا هلا ما بعرف، عنده حسين عنده وجهه نظر، يعني خاصه انه حسين انه طيب احنا هذا الموجود، يعني هلا عندك الدوري ضعيف جدا، ما خرج تاخذ منه لاعبين، اخذت منه كذا لاعب لكن ما اسمر الموضوع، يعني طيب شو الحل؟ يعني احنا ما عندنا طريقه، هيكتور كوبر ما عمل غير الطريقه لحتى ينفد مثلا بعمله وحتى بعمل اتحاد كره القدم، هذا الموجود يا رجل. الحل ان يكون المشروع طويل الامد، الحل ان يكون المشروع مستقل عن كل ما يجري من هلا لسنتين ثلاثه، بس يكون في مشروع حقيقي للتطوير. يعني من غير المنطقي انه نحن حاليا يعني يكون همنا انه نستخدم مدربين اجانب ونستخدم حتى لاعبين مغتربين، بينما واقعنا الكروي سيء جدا جدا. معايير الدوري السوري اعتقد انه عدناها مرارا لهي الجمله، معايير الدوري السوري ضعيفه جدا على جميع المستويات، بدنيا، تكتيكيا، خططيا، الامر مزري جدا جدا. بنطلع خطوه ثانيه على المستوى التسويقي، الامور كارثيه بامتياز. على مستوى الـ 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 الامور الملاعب والبنى التحتيه ايضا المواضيع كارثه. يعني انا شايف انه اتحاد كره القدم عم يركز بمكان خاطئ، عم يحاول يخلق نتيجه ايجابيه بمكان معقد شائك، وانا شايف من الصعوبه انه نقدر ننتج منه شيء ايجابي. الدوري السوري اولويه، خلق معايير افضل للدوري السوري موضوع كتير مهم، قوننه جديده للاحتراف، للادارات الرياضيه، للكوادر الفنيه، انه بتقدر ترتقي أكثر على المستوى الفني، على المستوى الطبي، على جميع المستويات. هذا هو اللي بيحط الكرة السورية على الطريق. أنت عم تحكي، يعني عم تحكي كلام كتير حلو وكتير منطقي، لكن اليوم نحن في ظروف استثنائية بالنسبة للكرة السورية والمنطقة بشكل عام. بسأل كابتن صافي، كابتن صافي
شو رأيك بخطوة أنه حتى باللاعبين الحراس الموجودين في المنتخب الوطني، وخاصة أنه ماكسيم صراف أنه عمره 17 سنة عم يجي على المنتخب، شو رأيك؟ هاي خطوة إيجابية، خطوة إيجابية في مدرب صغير، وأخيرا في مدرب صغير بيقدر يدعم الكابتن إبراهيم عالمي كابتن مدنية. هاي خطوة كتير إيجابية، وأخيرا صار في عنا مدرب حارس صغير عم بيقدر يفوت بخبرة المعسكرات، عم يتم تسديد عليه من قبل الكابتن عمر السومة، من قبل اللاعبين المحترفين تم تحضيره، عم يشوف الكابتن إبراهيم عالمي الكابتن المدنية اللي هني أهم حراس حاليا بسوريا. هاي خطوة كتير مهمة، هذا اللي عم بقول نحن لازم كمان ننقله على الوسط وعلى الدفاع وعلى الهجوم. بس رغم ذلك تعرض للانتقادات هيكتور كوبر من وراء ماكسيم صراف كابتن. هلا هي على فكرة ما يمكن الكابتن هيكتور كوبر، هذا يمكن الحضري هو المسؤول عن هذا الشيء. وهي خطوة كتير مهمة، لأن يحطوا الحط يعني على الكل، يعني ما انه والله هيكتور كوبر لحاله، يعني انه كيف بتجيبوا مثلا لاعب صغير بالسن، يعني والله احترنا يعني صغير او كبير. احترم اي شخص بيجيب لاعبين. استاذ الكريم، منتخب استراليا حاليا نحن بيقولوا انه نحن لاعبتنا كلهم من اوروبا، طبعا لاعبين الفريق الاول. منتخب استراليا عم بيصدر لاعبين لاوروبا، ومن اوروبا عم بيجوا على استراليا، يعني عم بيبلشوا من الفئات العمريه، عم بيروحوا على اوروبا وبعدين عم بيجوا على المنتخب سوريا، يعني عم بيتم تصديرهم من استراليا. فريق الناشئين استراليا ربحان هولندا وفرنسا، فريق استراليا لعبان ضد فريق انجلترا مباراه كثير مهمه خسر بس 1-0، ربح المكسيك من قبل بمباراه وديه. هذا التطوير، هذا بقى بنشوف انا اتحاد كره القدم عم بيعمل هذا الشيء. فريق الاسترالي كان باعت معه 3 لعيبه عمرهم 16 و17 سنه، عندك هلا حاليا فريق الاولمبي في عندك 4 لعيبه عمرهم 16 سنه. هاي الجراه، هاي اسمها الجرأة من قبل الإدارة الفنية باتحاد كرة القدم، من قبل المدرب الأول الفريق الأولمبي. نحن معلش مع احترامي نحن فريق الأولمبي تم الاعتذار ليروح يسافر على الأولمبياد بالصين لسبب واحد، لأنه نحن قال ما عندنا لاعبين جاهزين. ليش؟ لأنه نحن ما عندنا جرأة نبعث ونخسر نتائج ونخلي هذا اللاعب يكون عنده خبرة. هذا يلي نحن ما عندنا بعد استراتيجي. نحن عم برجع من أولى، نحن عم نشتغل بوقتها. الشيء الإيجابي مثل ما ذكرت، لاعب صغير بالعمر، احترم الكابتن الحضري لانه تم استدعاءه وعنده الجراه. انا واثق 100% في عالم بتقول لا هذا لازم يكون في لاعب يمكن بنفس معدل اعمار اللاعبين الحراس الاول والثاني. هي الخطوه الصحيحه. طيب، وهذا بيثبت انه كابتن صافي، يعني حتى الفكره، يعني صديقنا من الامارات الياس زيادي عم يقول انه هيكتور كوبر مدرب اللعبه بالنسبه للاتحاد، لذلك فهو يبحث عن نتيجه تجاريه تبقيه أطول فترة ممكنة وتمنع التشويش على الاتحاد، شو رأيك؟ أنا برأيي هي الخطة العامة لاتحاد الفوتبول، وما بعرف إذا شريك فيها كابتن كوبر. يعني هلا هيكتور كوبر مدرب عنده فلسفة متحفظة، يعني هو بيعرف الكابتن صافي في نمطين نوعا ما من الكوتشية، برو أكتف وري أكتف. هو كوتش ري أكتف، هو متحفز بأسلوبه دفاعي، ينتظر ثغرات، ينتظر مساحات بخطوط الخصم لحتى هو ينتهزها ويحقق أهداف. يعني هو هذا ستايله العام كفكر تدريبي. ما بعرف إذا هذا الشيء عم ينعكس أيضا كمان على موضوع الاستراتيجية العامة اللي هو بيرسمها للمنتخب الوطني. أنا برأيي اتحاد الفوتبول هو المتحفز، اتحاد الفوتبول هو عم يعيش أنا برأيي هلأ لحظات من الندم، أنا بقناعتي، لأنه يعني كان في استغراب شديد للأمانة. أول انتخاب اتحاد الفوتبول طلع الأستاذ صلاح وصرح، قال أنه من المبكر أن نستخدم مدرب أجنبي الآن، خلينا نعتمد على مدرب وطني ونراقب التطور معه وبعدين هو نشوف. كان بيعرف آلية صرف الأموال باتحاد الآسيوي، لذلك هو حكى هالكلام هذا، بعدين رجع استوعب أنه أنت ما فينك تصرف أبدا إلا من خلال مدرب أجنبي. طيب، هي الفكرة أنه بالأخير في عندك استحقاقات. الأستاذ صلاح شاف سنة ونص فترة طويلة، يعني أنه فترة كتير طويلة على أي مدرب أجنبي لحتى يبني استراتيجية، لحتى يكون في نتائج إيجابية، سواء بتصفيات المونديال 26 أو بآسيا. مع الأسف الشديد يعني هذا الكلام
كان خطير جدا جدا. المنتخبات ما بتتحضر بيوم وليلة، نحن ما عندنا ملفات جاهزة للمنتخب لحتى نقول انه رح يجي مدرب رح يشوف كل الملفات جاهزة عن اللاعبين اوضاعهم التطور يعني. طبعا نحن بنشوف دائما في تشكيلات غير مستقرة، الكوتش نفسه بيختار 24 لاعب، التشكيل اللي بعده بيكون نصه مبتعد. فانا اعتقد انه الخطأ الاول كان من اتحاد الفوتبول انه هو تأخر لشباط الماضي لحتى تعاقد مع المدرب الأجنبي. 8 شهور أنا برأيي غير كافية على الكوتش أنه هو يقدر يطور، يقدر يحسن من جودة المنتخب، يقدر يخلي اللاعبين تتفاعل أكثر مع أفكاره اللي هي من المفترض أن تكون أعلى من أفكار اللاعبين اللي موجودين، مثل ما قال كابتن صافي بدوريات متواضعة فنياً. أنا بس بدي أعقب على كلمة للكابتن صافي، حتى لو أتوا الشباب أستاذ أحمد، أنا برأيي لن يكون هناك حل، لأنه أنت عندك فيفا ديز، أنت عندك 7-8 أيام من التوقفات، ولكن فيه بيئة هي الحقيقة تبع اللاعب، هي الدوريات اللي عم يلعب فيها بشكل يومي. نحن منتطور لما المنطور هي الدوريات، يعني أنا بدي أفترض أنه أتى اليوم ريحانية والدالي وغيره وغيراتهم كتير منيح، إجوا على الفيفا دي هاد وعملوا هاي 10 أيام مع اللاعبين المغتربين ومع كوبر، وأتوا بالفيفا دي اللي بعد منه في قطيعة 4 شهور، هاي 4 شهور وين بده يكون؟ بده يكون بناديه. هون مربط الفرس، الشغل الأساسي بالأندية. جيد كابتن صافي، شو رأيك؟ هات لنشوف كابتن صافي، شو رأيك بالكلام اللي كان مع الأستاذ حسين؟ كابتن صافي يلا بنرجع بنحكي مع الكابتن صافي، ما في مشكلة، كمل الفكرة. يعني ما عانيته انه نحن عم يعني عم نتابع تطور للاعب وعم نعطيه وصفات او جرعات تدريبيه تكتيكيه مختلفه. انا ما بيهمني انه اللاعب ياخذ جرعه جيده اثناء ايام الفيفا ويرجع على واقعه المرير بدورياته. معناها نظره هيكتور كوبر مدرب الارجنتين كانت بمحلها باستبعاده، بغض النظر عن موضوع اللاعبين الشباب هذا شأنه. يعني أنا بالنسبة لي غير مقتنع بأي تشكيلة تأتي على هذا من الشباب الواقع. من هذا الواقع من الدور المحلي من خلال يعني. هذا الواقع أستاذ أحمد، ما ممكن أنه نحن نطلع بشيء إيجابي. يعني أنا لما الكابتن الريحانية بيطلع على أوروبا اوكي بقول انه هلا بلشنا نحن عاش ببيئه بدي يعيش ببيئه تماما جيدة. عاش ببيئه صحيه وعم يشتغل ببيئه صحيه والامور تمام التمام. نحن اذا بنشوف المنتخبات الافريقيه كلياتها من النادر انه تلاقي لاعب محلي، اللاعبين كلياتهم برا. نعم برا منهم من كان موجود بافريقيا وطلع على اوروبا، مثل ما قال الكابتن صافي انه الدوري الاسترالي لانه دوري قوي وبمعايير عاليه صار عنده القدره انه يصدر اللاعب لدوريات اوروبيه. كذلك الامر في مدارس كبيره ومهمه في افريقيا الان عم تصدر لاعبين بعمر 15 و16 و17. يعني في لاعب بمنتخب حاليا السنغال عمره اقل من 16 سنه هو خليفه سيدو ماني، فهذا موجود وعم يتدرب باكاديميك فوت اسمه، مدرسه فرنسيه عم تشتغل بالسنغال، عم تطور هدول اللاعبين وعم تاخذهم بالاخير على اوروبا. كابتن صافي، ما بعرف اذا سمعت وجهه نظر الاستاذ حسين حول موضوع زج الشباب وخاصه من الدوري المحلي بمنتخبنا الوطني اليوم، شو ردك؟ تفضل. انا انقطع الصوت اول شيء، بس فصل، تم الفصل السكايب، ما سمعت اول فقره. لا هو يعني يا ريت هو الفكره كابتن انه بالاخير هدول اللاعبين حتى لما طلعوا على ايام الفيفا
واحتكوا مع لاعبين كبار واحتكوا مع مدرب كبير، بالاخير في واقع مرير هو الدوري، يعني الدوري هو العمل اليومي المستمر، فاذا كان واقعك الاساسي سيء قد ما اعطيناه بايام الفيفا راح يرجع اللاعب ينسى اللي اعطاه وراح ينزل على الرتم المنخفض اللي عم يشتغل عليه على مستوى نادي. هاي هي الفكره. هعطيك مثال بسيط. فريق استراليا للناشئين من 3 سنين كان بكأس العالم، تأهل على الدور الثاني كإنجاز ولعب مع فرنسا اللي ربحت بطولة العالم، خسروا 5-0. المدرب طبعا هو المدير الفني كان لقارة استراليا وكان في ورشة عمل، كان عم يحكي لنا نحن، قال أنا كابتن فريق استراليا رجع لعب مع فريق رجال بالدوري الأيلي، كابتن فريق فرنسا رجع على باريس سان جيرمان راح تدرب مع نيمار، لفرجيك الفرق. تمام. يعني انه يعني الفكره هي انه اللاعبين الشباب على فكره نحن عندنا مفهوم غلط انه نحن اذا جبنا غوارديولا دربنا منتخب سوريا حيطور لاعب كره القدم. غوارديولا مهمته او اي مدرب هيكتور كوبتر مهمته يختار اللاعبين الصح. تمام. ويختار التشكيل الصح امام الفريق المنافس ويلعب فيها، هو ما من واجبه يرفع من اللياقه البدنيه. نحن بنلاقي كثير عندك محللين وعندك مدربين بيقولوا لك اللياقه البدنيه كثير سيئه، بيلوموا المدرب، او والله اللاعبين سيئين بيلوموا المدرب. المدرب الوطني ما له علاقه بتطوير اللاعب، المدرب الوطني له علاقه باختيار التشكيل الصح، اللاعبين الصح اذا موجودين طبعا يكون عنده خيارات اكثر، كل ما اتحاد الكره امن لاعبين للمدرب الاول كان عنده فرص اكثر. طيب يعني كابتن صافي يعني معناها يعني المدرب طبعا الارجنتيني كان على حق باستبعاد الشباب من المنتخب. انا بالنسبه لي لا، ما معه حق صراحه. لاقول لك اياها ليش، لانه نحن حاليا المدرب هكتور كوبر بسبب التجارب السابقه والتاريخ العادات والتقاليد تبعنا نحن، انه نحن المباراه الوديه اهم من المباراه الرسميه. المدرب يمكن دخل بهالنفق الاسود يلي نحن فيه بنقبر اي مدرب. هلا نكون صريحين، هكتور كوبر عنده تجارب بالوطن العربي مع مصر، مع شاف النتائج. نعم. يعني انت بتعرف هكتور كوبر تمت اقالته بكل البطولات بكل المنتخبات السابقه، تمت اقالته، لم هو يتم استقالته، هو تمت اقالته. نحن استاذي الكريم حال لك اياها بصراحه، اتحاد كره القدم الو سامعني؟ تفضل. الو، اتحاد كره القدم عم يختار اسماء مدربين كبار ليفرجي الشارع السوري انه نحن ليك شو عملنا. ما في استراتيجيه باختيار المدرب، ما في استراتيجيه بطريقه تحضير اللاعبين، ما في استراتيجيه باختيار المعسكرات. طيب. حتى طيب. نكون صريحين. طيب هذا كله بيعود للاتحاد. طيب كابتن صافي، انا حكيتني شوي على موضوع الكره الاستراليه، وحضرتك انت مدرب، صرت مدرب بورت ميلبورن شارك الاولمبي للدوري المحترفين للدرجه الممتازه، يا ريت تعطينا فكره حول هذا الموضوع، لانه الحمد لله يعني نحن من هون بسوريا بنعتز بكل سوري خرج الى البلاد الاخرى وبصم. تفضل. طبعا الحمد لله، يعني انا بالنسبه لي هذا انجاز انا كنت عم بحلم فيه من 5 سنين انه درب بالان بي ال اللي هو الممتاز. انا اجاني عده عروض بعد ما طلعت بالاربع الاوائل ووصلت للنهائيات بكاس السوبر مع فريق باسكوفايل. احد العروض هو بطل الدوري الممتاز اللي هو اعلى شيء، ما في حتى الاي ليج للاولمبي، يعني هذا اعلى شيء. انا اجاني عرض انه استلم فريق بطل الدوري تبع السنه هاي بورت ملبورن شاركس، دوري المحترفين الممتاز للولايه اللي هو الافضل بين سيدني وملبورن، هن الاثنين الافضل على مستوى القاره كله. هذا بالنسبه لي يعني انا على بعد خطوه كون بدوري القاره او بفريق بالدوريات الممتازه للفريق الرجال. طبعا كل العالم تعرف استراليا، المانيا، ايطاليا، كلها انك تنخرط بالانديه يلي فيها مدربين اوروبيين هي كثير صعب. الحمد لله انا تدرجت بكل الفئات العمريه من 12 ووصلت لفريق الرجال بمستوى الدرجه الثالثه، طلعت على الدرجه الثانيه وطلعت على الاولى. هذا هو بالنسبه لي انجاز كبير لاني صبرت، ما تجاوزت الخطوات بس لاقول انه والله انا مدرب ممتاز. الدوري هذا مؤلف حاليا، انا حاليا عندي 3 لعيبه بيمثلوا شباب استراليا، في منهم بالاولمبي الاسترالي، في منهم عم نصدر لاوروبا. تجربه الي جديده، حتكون صعبه، حتكون لانه انا استلمت بطل الدوري، يعني انا عندي لسه تجربه اصعب، بس صدقني كثير فخور فيها والحمد لله تعب 11 سنه
هلا بلشت مثل ما بيقولوا اقبض النتائج هذا الجهد هذا اللي اشتغلت فيه. هل بدنا نشوف تعقيب للحسين؟ حسين شو رايك بال هلا انا شهادتي مجروحه بالكابتن صافي، شخص جائع علوم ومعرفه، هي بالدرجه الاولى. الامر الاخر الرجل ميداني، درج خطوة خطوة، ما بدي يضيف على كلامه، هو خطوة خطوة، ما استبق الأحداث، ما حاول يحرق مراحل، وصل اليوم إلى المكان الجيد اللي هو هلا فيها بخلاصة عمل ودراسات معمقة في مجال التدريب. أنا متابع للكابتن صافي من سنين، هو اليوم مع ريال مدريد، في عنده تعايش مع ريال مدريد، اليوم الثاني رايح على البرتغال، اليوم الثالث في مكان آخر. هذا هو النمط الناجح اللي بيحقق بالأخير مردود جيد، اللي بيعمل اسم، اللي بيقدر يخلق لحاله كاركتر خاص فيه. أمر يعني مثير للانتباه أنه رجل من أصل سوري يقدر يقتحم بظل المنافسة شديدة، يعني ما تعتقد أنه الموضوع مفروش بالورود أبداً. أبداً في منافسة شديدة، قدر الكابتن صافي أنه يوصل بجهده، بتعبه، بعلمه، بمعرفته. أنا بدي هني للكابتن أنا بدي صافي. هني وإن شاء الله إلى خطوة أفضل إن شاء الله بالمستقبل، وأنا أتمنى أن يكونوا كل مدربين البلد عندهم ذات الهمة للوصول للعلم والمعرفة. إن شاء الله العلم والمعرفة إن شاء الله مستفيد من كابتن صافي في المستقبل. تماماً. على كل حال، بقراءة أخيرة بالنسبة لمباراة الغد مع المنتخب الكويتي، منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي. يعني نتمنى التوفيق للمنتخب، وجود ثلاث لاعبين جدد بخط الوسط، بدنا نشوف الأثر اللي راح يتركوه، إن شاء الله يكون أثر إيجابي. مبدئيا هكتور كوبر ما شفنا منه لهلا هوية خاصة بالمنتخب. لحد الآن نحن عم نشوف منتخب عم يلعب بأشكال مختلفة، عم يلعب بتشكيلات مختلفة، الاستحقاق على الباب. بتمنى انه يتوفقوا جميعا، يعني كادر و ولكن انا بالنسبه لي برجع وبقول همسه باذن اتحاد كره القدم، الزمن عامل مهم جدا لا تهملوه. كابتن صافي، بقراءه اخيره بالنسبه لمباراه الغد مع المنتخب الكويتي، كيف بتشوفها؟ اول شيء شهاده بعتز فيها من الكابتن حسين، شفتي شهاده بعتز فيها، وشكرا لقناة أوغريد دائما على دعمكم الدائم، ولك استاذ احمد. واجبنا تجاه الناس اللي بنحبهم وايضا بنشوفهم مجتهدين. وفي شغله قبل ما اقول على منتخب سوريا والكويت، انا شرف الي اخدم منتخب بلدي، بس ما بنزل اخدم منتخب بلدي لاعمل انجاز، لانه انا بقول دائما بس واحد ينجح بالبلد اللي عايش فيها معناته بيقدر ينزل خبرة ليقدر يفيد بلده فيها. يعني بده واحد يكون عمل استراتيجي وليس فقط لحظي، يعني لأنه واحد بس يفشل بالبلد اللي عايش فيها حينزل فشله وينزله لتحت ويكفي فشله ببلده. لهيك دائما واحد بس بده يشتغل برا لازم ينجز، يعمل إنجاز، يشتغل عليه، بعدين يفكر يساعد بيقدر بلده فيها. كان مباراة سوريا والكويت، برجع بقول نحن حاليا بفقاعة إعلامية، نتمنى انه نخرج من هالفقاعة الاعلامية، انه نحن اذا انتصرنا على الكويت هذا مو معناته انه نحن بالطريق الصحيح، لانه فريق الكويت عم بيعاني مثلنا كمان. صحيح. بامور صحيح. نفس الظروف التكتيكية والرتم. نحن بنتمنى بس نشوف المستوى اللاعبين المحترفين اكيد اللي هن مستواهم العالي، هل يقدر مستر كوبر انه يقدر يساوي هالتأقلم وينزل هالفرق المستوى بالرتم بين اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين؟ هذا هو اللي بدنا نشوفه مباراة الكويت. النتيجة غير مهمة صدقني، طريقة الحالة الدفاعية حارجع كررها، هاي طريقة كتير قديمة، لا أظن سوف تنجح أمام اليابان وأمام الفرق القوية، لأنه أنت عم تخدم الفريق الخصم وقت ما بتلعب بالحالة الدفاعية أنك أنت تلعب، لأنه أنت إذا لاحظت بمباراتنا مع تايلاند، بمباراتنا مع ماليزيا، بمباراتنا مع الصين، لولا براعة الكابتن إبراهيم عالمة كان في ثغرات وكان دائما في هفوات. وفي كلمة مشهورة كتير
لبيب غوارديولا، انا مهمتي وصل الكره لمنطقه ال 18، نحن وصلت كاحصائيات والكابتن حسين بيوافقني الراي، نحن الكره وصلت لمنطقه ال 18 اكثر من مره، يعني لولا براعه الحارس يلي هو نص صحيح انه نحن هو نص الفريق، بس نحن في عندنا مشاكل دفاعيه وثغرات دفاعيه. الهدف يلي صار للكابتن سائر كروما هذا لا يعني انه نحن عندنا الطريق الصحيح، هجمه وحده او هجمتين على فريق الصين هذا لا يعني فريق الصين متراجع مستواه، فريق الباليزي متراجع مستواه، نحن بس نشوف هالفقاعة نطلع منها، والاتحاد كرة القدم يدعم الكابتن هوكتر كوبر بانه نحن بدنا نشوف اداء وبدنا نشوف استراتيجيه، وليس بعدين بنقول نحن بالطريق. هلا هو على كل حال يعني كل هذا الكلام راح نشوفه مستقبل، يعني سواء كان طبعا بعد المباراة الودية اللي راح نشوفها بكرة الساعة 7 في توقيت سوريا، تضاربت الأنباء حول موضوع نقل المباراة، لكن على كل حال هناك إشارات بأنه سيكون هناك منقول على بعض القنوات الرياضية، لكن الاستحقاق القادم من خلال تصفية كأس العالم وكأس آسيا للرجال التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل، لننتظر ونشاهد جميعا هذه المسألة. على كل حال بالدقائق المتبقية راح نروح للدوري السوري لكرة القدم ومباريات المرحلة القادمة، وهي المرحلة الثالثة من عمر الدوري. عم نشوف على الشاشة مباريات، طبعا الطليعة مع جبلة في حماة، الجيش مع الوثبة في دمشق، تشرين والحرية في ملعب الباسل في اللاذقية، مباريات الساحل والفتوة، أهلي حلب والوحدة والكرامة وحطين هي مؤجلة إلى وقت آخر. حسين شو رأيك اليوم عم نشوف ثلاث مباريات مؤجلة؟ طبعا أنا في يعني في مبررات يعني إنه في كأس الاتحاد الآسيوي راح يلعب الفتوة والأهلي حلب. هلا نحن تعودنا عموما يعني اتحاد كرة القدم عودنا على موضوع التأجيل، عملية يعني عم تأذي كتير الأندية. هلأ الأندية مضطرة لترجع من جديد، صار في عندها مشكلة بحساسية المباريات، صار عندها مشكلة بالعامل البدني، هلأ بدها ترجع تعمل مثل ما بيقولوا ريستارت للاعبين من جديد. هذا أمر غير صحي أكيد. الدوري يعني مثل ما شفنا نحن أنه هذا الدوري رح يكون معقد غير الدوريات السابقة، رح يكون أكيد أكيد رح يكون طويل، لأنه احترام الرزنامة هون ما نوع من الأولويات يعني بالتأكيد. بس أنا شايف أنه فيه أندية عديدة رح تكون منافسة على اللقب، والأهم أنه رح يكون فيه العديد من الأندية رح تكون مزعجة للمنافسين. يعني أنا شايف نادي الساحل نادي مقبول جدا، أنا شايف الكرامة السنة طالع جيدة طبعا طبعا، يعني السبكي نحكي بالصدارة ولكن هي مؤشرات إيجابية عموما. شايف فيه العديد من الأندية رح يكون إلى كلمة، كرامة، حطين، الجيش، تشرين، الفتوة، الوحدة، أهلي حلب حتى رغم وجود يعني طغيان للعامل اللاعبين الشباب، ولكن أنا برأيي رح يكون له بصمة. جبلة ما بدنا ننسى جبلة، بالدوري القادم ممكن الشباب يكونوا بمجموعة ممتازة يعني بالنسبة لأهلي بالضبط حلب. جبلة كمان يعني جبلة أكيد من الفرق القوية، فأعتقد الدوري رح يكون محتدم لعل وعسى، بس أنه هيك يرتقي شوي المستوى الفني لعل وعسى أنه الحس الجمالي يعني المدرب مع الأسف الشديد موضة عنا صارت بالفوتبول السوري هي البحث عن النقطة، يعني نحن دوري النقطة ومنذ زمن بعيد مع الأسف الشديد. أتمنى العناية شوي بجمالية كرة القدم، يكون الملعب شوي مفتوح أكثر، في مغامرات هجومية أكثر. هذا الإغلاق الشديد من دون أي داعي للمناطق مع خصوم أصلا بالأساس لا يمتلكوا هالاستراتيجيات المعقدة، يعني حس إنه ما في هدوء عند اللاعب السوري، يعني انه والله يشاهد مثلا اللاعب الاخر او ينظر بشكل استراتيجي،
تحس انه كله لعب هيك سريع يعني ما نو... دوري مع الاسف الشديد نحن عندنا انتماءات ونعشق يعني بعض الانديه يعني كلياتنا عندنا انتماء خاص، ولكن مع الاسف الشديد لولا هذا الانتماء ولا ممكن نقدر نكفي 90 دقيقه. هلا قبل ما نختم مع الكابتن صافي من استراليا، كابتن صافي ملاحظاتك على الدوري السوري وخاصه انه في المرحله الثالثه في ظل تاجيلات، يعني صراحه هو يعني عندك مباراه اهلي حلب مع الكهرباء العراقي وايضا مباراه الفتوه مع النهضه، قصدي هناك طبعا مباراة الأهلي حلب مع الكويت الكويتي وليس الكهرباء العراقي، وأيضا مباراة الفتوة مع النهضة. في ظل التأجيلات هذه كيف بتشوف الدوري السوري؟ هلا أنا بوافق الكابتن حسين وقت ما قال إنه نحن تعودنا على اتحاد كرة القدم، أنا أضيف عليه هي عادات وتقاليد صارت عندنا باتحاد كرة القدم، لازم نأجل الدوريات يعني للأسف حقلك ياها، نحن ما لازم يكون في أمور تأجيل، أنا عنا هذا رأيي، لأنه أنت إذا بدك تشوف برشلونة بدك تشوف اللي بيروحوا بيلعبوا أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا بالشامبيونز ليج وبيرجعوا بعد كم يوم بيلعبوا مباراتهم، هاي هي القصص اللي أنت بتخلي اللاعب يتطور أكثر، الرتم تبعه بيصير أكثر، المستوى البدني أكثر، بس للأسف نحن ما عنا هذا الشيء، وهذا سببه إنه نحن الأندية هي أقوى من اتحاد كرة القدم. هلا المستوى الفني كيف بتشوفه اليوم بالدوري، يعني بعيد عن المستوى الحقيقي لكرة القدم يعني. كابتن حسين قال كلمة كتير مهمة، لولا الانتماء تبعنا صدقنا ما بنحضر، لولا الانتماء تبعنا لبعض الأندية صدقنا ما بنحضر. أنا حلك إياها بصراحة، أولا مشان ما لومهم للاعبين، أولا أرضية ما في لا تقدر تحضره، لأنه أنت كرة القدم بدك تلعبها بده يكون على هاي سبب رئيسي. صحيح سبب رئيسي، نعم هاي سبب رئيسي، بس كمان بنفس الوقت أنه أنت مثلا أنت حضرتك ذكرت أنه اللاعب يتطلع يكون هذا ببلش من الفئات العمرية، هذا ببلش ما صدقني أي مدرب بيجي ما بيقدر يطور لاعب عمره 25 22 23 24 25 وطلع، أنت هاي عادات، هاي أنت مثل أنت مثلا عندك طفلك أنت وقت بتربي ابنك إذا بتدلله لعمره 17 سنة بعدين بدك تقرر تربيه صحيح خلص، لانه انت طيب. خليته يتعود على اشياء صعبه تخليه بقى يغير عاداته بطريقه لعبه بطريقه الكاركتر تبعه بطريقه حياته يلي خارج الملعب، لهيك للاسف 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 دورينا ان شاء الله ان شاء الله بيكون لك تطوير بالسنوات القادمه. طبعا انا بدي اولا اتمنى لك التوفيق كابتن صافي عيوش طبعا مع الفريق الجديد في استراليا، وشكرا على المشاركة اليوم معنا ببرنامج كلام في الرياضة. أهلا وسهلا فيك كابتن صافي. بتشرف 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 فيكم دائما، ولي الشرف بالحضور معكم، وتحية لجمهور السوري الحبيب والله يحمي سوريا يا رب. أنا بتشكرك كابتن صافي عيوش كان معنا من أستراليا وهو المدرب الوطني، بنعتز في دائما حسين بالدقيقة الأخيرة. أنا أعتقد يعني الدوري السوري سيكون في بعد مثل ما يقولوا السنة القادمة أعتقد أفضل من السنة الحالية، لازم يكون. السنة الماضية كان في فريق وحيد هو الفتوة خارج السرب وكل الأندية كانت عم تتخبط، الموسم الحالي أبدا يعني شايف أنا في 5-6 منافسين، وأنا شايف في فرق مستعدة حتى أنه هي تزعج أي فريق منافس، يعني في أندية وضعها جيد، حضرت مزبوط، استعدت، انتدبت مجموعة من اللاعبين الجيدين، فأتوقع على مستوى المنافسة سنرى دوري مختلف اكيد. على كل حال بتشكر كل اللي كانوا معنا على الهواء مباشره، وايضا على طبعا صفحه البرنامج، ايضا الصديق زياد حسون كان معنا بكامل البرنامج بتشكره. انا بدي اتشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسين كامل المحلل الرياضي، شرفت يا استاذ حسين. خلينا اياك استاذ احمد، الشكر لك، الشكر لجميع من كان بالاستوديو، دائما انا سعيد بتواجدي هون، شعوري دائما انه هون بيت الثاني. اهلا وسهلا فيك. طبعا انا بدي اتشكر كل زملائي في المركز الاذاعي والتلفزيوني بالادي وخاصه برنامج كلام في الرياضه، كل الشباب الحمد لله متعاونين جدا جدا، يعني هذا الكلام بيعبر عن محبة وصدق في العمل من الجميع. كلام في الرياضة لا ينتهي، إلى اللقاء.